باب في المضمضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الوليد الطالسي، حدثنا زائدة، حدثنا خالد بن علقمة الهمداني، حدثني عبد خير قال: دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الرحبة بعدما صلى الفجر، قال: فجلس في الرحبة، ثم قال لغلام له: ائتني بطهور. قال: فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، وقال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، فأدخل يده اليمنى معاكنا، فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل هذا 3 مرات، ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهور. طيب، قلنا في باب المضمضة روينا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنا وقال الغلام لو ائتني بطهور، قال: فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، فأدخل يده اليمنى فملأ فمه ينظر، فمضمض واستنشق ونفر بيد اليسرى، فعل ذلك 3، وقال ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ذلك. طيب، هذا الحديث نعم إسناده صحيح، أبو الوليد الطالسي وهشام وزائدة وابن قدامة وخالد بن علقمة الهمداني هو أبو حية الوادعي ثقة، وهو من ثقات شيوخ شعبة، نعم، وكان يهم فيه ويسميه مالك بن عرفطة، وعبد خير هو ابن يزيد الهمداني أبو عمارة ثقة مخضرم، ومخضرم يعني أدرك زمنين، زمن الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب علي الكبار، وعلي هو الخليفة الراشد الرابع. يا رب الله يرضى عنك يا جنة، الله يشكر لك يا رب. قيل المضمضة والاستنشاق فيها أقوال كثيرة، يعني اختلف العلماء فيها على أقوال. القول الأول: المضمضة والاستنشاق سنة، رضي الله عنك يا أحمد، أنا أعتز بك فوق رأسي يا أحمد، والأستاذ أحمد عبد الله أيضا من عند سيدنا طال أنت تكلمت معه، وعلمنا النبيل سلم عليه جدا، قل له يعلم الله كم نحبه في الله ونحترمه، وهو سيدنا وفوق رأسنا. المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، وهذا مذهب الأئمة، وهذا قول المالكية وقول الشافعية وقول كثير من المحدثين. والقول الثاني: واجبان في الوضوء والغسل مقابل القول الأول، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، هذا مشهور مذهب الحنابلة. وأيضا هناك قول: يا رب يجعله إخلاص وجهك الكريم، الله يرضى عنك أبا رقية، حفظك ربي يا حبيبي، ونسأل الله أن يستعملني وإياك ويجعل مساعينا في مرضيه، اللهم أمين. المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء واجبان في الغسل، وهذا مذهب الحنفية. والمضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء واجبان في الغسل، هذا مذهب الحنفية. وقيل واجبان في الوضوء دون الغسل، وقيل المضمضة سنة والاستنشاق واجب، وهذا قول الحنابلة. والصحيح الراجح من هذه الأقوال بأسرها هو أنها سنة، أنهما سنة في الوضوء وفي الغسل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: استنثر، ضع ماء في أنفك ثم استنثر، قال به الحنابلة، وقال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وابن المنذر قال ذلك، قال: أما الاستنشاق والاستنصار فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والمضمضة لم يأتي الأمر، لكنه فعل النبي، وأصل فعل النبي هو الاستحباب، وصارف ذلك ما قاله الجمهور بقول الله تعالى: الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وجوهكم وأيديكم المرافق، فلم يذكر المضمضة والاستنشاق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للعربي، قال له: توضأ كما أمرك الله، اغسل وجهك ويديك، ولم يقل مضمض واستنشق، وكلها أدلة قولية، فهذه تصرف المضمضة والاستنشاق إلى الاستحباب في الحالتين. ولذلك ورد عن رسول بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلاة المكتوبات كفارة بينهم، كما أمر الله يبقى غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وأيضا يعني يصرفه من المضمضة والاستنشاق ليست واجبتين في الغسل، لأن النبي قال لأم سلمة، قال: ثم أفيد الماء عليك 3 مرات تكوني قد طهرت. وقال أيضا للرجل الذي كان في آخرة المسجد لم يصلي، قال: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: أجنبت ولا ماء. قال: تيمم. ثم أوتي بماء فقال: أفرغ هذا على جلدك تكون قد طهرت. فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق
ليست واجبتين لا في الوضوء ولا في السنة. ولا ومن قال بأنها واجبة الاستنشاق والواجب في الغسل والوضوء استدل حديث أبو هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخليه من الماء ثم لينتثر. قالوا فهذا أمر وظهر أمر الوجوب. وأما المضمضة فجاءت عن فعل ليست عن قول. نعم. وأيضا استدلوا بحديث لقيط بن صبرة عندما قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وفي رواية جاءت تبين وجوب المضمضة أنه قال إذا توضأت فمضمض. وكل ذلك مصروف بقول الله تعالى جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأتى بالأركان. ولأن النبي أكد على ذلك وبيان الواجب واجب قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ولم يقل له تمضمض واستنشق. فالترجيح في ذلك أن نقول هما مستحبتان في الوضوء وفي الغسل. الفاظ مستنبطة فعل النبي تشريع، القول أقوى من الفعل، الحكم لا يكون إلا 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 بلم شمل الأدلة. الحكم لا يكون إلا بلم شمل الأدلة بجمع الأدلة. نعم. أخت إيلا عندها سؤال تقول رجل خطب امرأة خلصوا رجل خطب امرأة وأتى لها بدبلة يدي دبلة وخاتمين ذهب وفسخ الخطوبة، هل الذهب من حق مين؟ الذهب من حق الرجل، فسخت الخطوبة الذهب من حق الرجل إلا إذا اشترى لها أشياء فيها هدية، والهدية دي يعني هدية لا يريد بها أنه يتمتع بها خلاص لا ترجع. لكن كل هدية أتى بها ليتمتع بها بعد الزواج ترجع، والشبكة أو الذهب يرجع له. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.